شباب لقينا نحكيو قيرا روحنا نحكيو في برشا حكايات بعيدة على مباراة الوداد والترجي وهو خرجنا اسلام هزنا هكا على البيست هزنا في بيست حرشه شويه لازم نحكيو بيه بور دي تورنمون تورنمون مي موش ديفونس لا هو يقول حاجات ما لازمش يتعداوني معناها لازمني نقف عليهم اي مي باش نحكيو على مباراة العودة بعد شوية باش نحكيو على التحكيم سواء في الذهاب ولا في الإياب خاصة الإياب والتعيين بصراحة مثير للجدل باش ما نقولش مشبوه أتوا نزيدو نحكيو بأكثر تفاصيل لكن حبيت نرجع للجمهور جمهور الترجلي في الرباط قلنا قدم عرض بصراحة عرض فرجوي كبير ياسر شجع ما سكتش قلت حتى فما دي بلوغور مغاربة اللي أبداوا إعجاب كبير وكبير ياسر باللي عملوا جمهور ترجي في المغرب يظهر لي في السنوات الأخيرة في اللي ديبلاسمون جمهور ترجي ما نحبش ندخل أنا في شكون جمهور أكثر وشكون جمهور خير لأنه حاجة ما هيش باش تحسم إلى يوم الدين لكن في السنوات الأخيرة في اللي ديبلاسمون يظهر لي جمهور الترجي قاعد يعمل في دي ديبلاسمون كبار بطريقة ملفتة للانتباه سواء في كاس العالم الأندية نحكيو على مصر على ماتش أرجنتينا الدوحة وختاما في الرباط سؤال الجمهور اللي قاعد يمشي في دي ديبلاسمون ويمشي بالأعداد الكبيرة وقاعد يقدم في عروض كبيرة برشا بيني وبينك هذا ما عهدنا به جمهور الترجي في السنوات الكل هذه اللي مرت من الألقاب كان الجمهور الوحيد اللي سجل في الأهداف هو جمهور ترجي مباراة مازنبي فزع الجمهور بخمسة دقائق ناس ما فهمت حتى شيء الكرة دخلت الفيلي حتى حد مره فهمتني جمهورنا في الإمارات يقول لك أنا موجود في اليابان يقول لك أنا موجود في المغرب ناس جات من ألمانيا جات من فرنسا ما لباش معي كبيرة إذا ما سماش الجمهور هذا ما دام نحكيو على الجمهور أنا عندي سؤال على ماتش الرتور شفنا البارح الزمالك غادي ما يتلف في الستاد الدولة الكل اللي بعتها وقفت مع الزمالك باش تهز التيتر عملوا كيف كيف رئيس الحكومة واقف مع اسبيرونس برشا ناس بيقفوا السنين ما شفناش الالتفاف هذاك بالعاوة اليوم نزيد نسمعوا اخبار اللي نقصوا في الليتيكي معناها 15000 نحب تعليق منك انت سي سليم على شوف الكيف. انا يزم يقنعوني بحكاية النقص نتاع التذاكر هذايا اول حاجة هل المصدر موثوق؟ المصدر هو من الاجتماع الامني اللي صاير المصدر هو الاجتماع الامني اللي صاير حول تنظيم المباراه وقتاش صار الاجتماع الامني اليوم صار وقتاش بتنسيق وزاره الداخليه انا ما عنديش علم يعني انا قلت لك اكيد رئيس الجمعيه مع مش مصدر انت مع 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 سته نتاع العشيه ما عندوش علم بالموضوع هذا رئيس شكون رئيس الجمعيه الحمد لله اليوم العشيه سي سليم وقع تقليص في الديكي 15000 كان ثم علاش فما علاش معناها احنا منضبطين كان اجتهاد وكذا هني قلت لك قالوا رادس فيها بارتي تحب تطيح فما بعض الصور شفتها اليوم تفكروا معناها باش تطيح انا ما عنديش الحق ما عنديش العلم وما عنديش شنو الاعذار الماديه اللي تخلي معناها عرس كيما هذا والترجي معناها في حاجه للجمهور نتاعو فهمتني نشوف إذا ما ثماشي بالفعل ما يهدد سلامة وأمن الأحباء والمشجعين يكونوا موجودين في الملعب احنا نحبه الملعب تاعنا يكون فيه 60000 دور الجمهور في المباراة هذه دور الجمهور يعني نسيسير إيفيتال في مباراة كما هذه معناها الجمهور عنده دور هام جدا على فكرة معناها نعرف اللي الجمهور بتاعنا تم الاعتداء عليه في المغرب هو للأمانة فما ناس اللي تم الاعتداء عليها وخلينا نقولوا مجموعة قليلة لكن فما برشا ناس زاد اللي شكرت بصراحة الاستقبال واستقبلوهم لأخوان المغاربة أنا خليني نواصل الكلام بتاعي فما ناس تم الاعتداء عليها من شرذمة معينة أنا متأكد اللي الجمهور معناها المغربي والشعب المغربي يكن احترام كبير للتوانسة وكل ما مشينا قبل معناها فرحوا بينا وكذا يزمنا نعاملوهم بالمثل ما مش على خاطر ثلاثة ولا أربعة جبناء وأنا متأكد حتى واحد منهم يجي لتونس اللي قاموا بالاعتداء ما يجيوش الاعتداء صار حتى من الأمن رأي. أنا مريض وهيئة الترجي هبطت بليغ في صفحة استنكر شكيت حتى واحد فينا مكان موجود على عين المكان لكن الكلام اللي قاعد يتحكيه من مصادر موثوقة كونه بعد المقابلة فما في بياج صار اعتداء على جمهور الترجي وهو مروح من الدار البيضاء
توا احنا قدام مباراة هامة ومصيرية، واحنا عنا مشوار مازال قدامنا طويل في بطولة افريقيا، ومازلنا باش نمشيو للمغرب، مازالوا اخواننا من المغرب باش يجيو بحذانا. اذا نتصرفوا بطريقة ماهيش معقولة في دور نهائي امام انظار كل اصحاب القرار في الكورة، يمكن رئيس الاتحاد الدولي يكون موجود، يمكن رئيس الاتحاد الافريقي بطبعه باش يكون موجود، معناها باش نعرضوا الفريق متاعنا لعقوبات. هل دور الجمهور باش ياخذ بالثار؟ احنا شفتوا معناها عمناه فك الظروف الصعبة، وقعت مشاكل وقعت استفزازات في مصر، طلبنا من الجمهور قلنا له انت تلها شجاع، احنا تو ناخذوا لك حقك. والملاعبية اخذت حق الجمهور فوق الملعب، وحتى حد ما شكك في كل انتصار اللي كان من ابهى واحلى انتصارات الترجي، رومونتادا مع الاهلي 3-0، يعني في التاريخ احنا حتى كربحنا الزمالك 3-1 ما كانش عنده كل طعم متاع الانتصار على الاهلي. اذن جمهور ترجي يضحي، يجب يواصل يضحي، وضحينا احنا وتسبينا وكلينا الحجر قبل، لكن ما عمرنا ما ردينا الفعل بالطريقه خاطب القوم بما يفهمون. هم ضربونا بالحجر نضربوا بالحجر، ولا ضربونا بالسيوفه نتعرضون بالسيوفه. هذو ناس اللي اعتداوا علينا جوبنا ونبر ساحه اخواننا المغاربه، واحنا خاطرنا رجال وجمعيه متاع رجال، امن وسلامه كل مغربي جاي للملعب في رقبتنا احنا، احنا يلزمنا نحميهم واحنا نقفوا معاهم، فهمتني؟ وهكا معناها نقصيو من اللعبه هذه الجبناء اللي يدغرك ولا يجي يعتدي عليك وانت ما عندكش علم بالموضوع. يعني جست بور كونكلور، دور الجمهور مهم ياسر في تشجيع الفريق فقط. لكن الدور يقتصر على التشجيع مش اكثر، ما ندخلوش في التعصب وما ندخلوش في الحرب اللي بداوها بالضبط. هم يحبوا يهزونا لمستنقع ولا لخندق متاع عنف، احنا ما ننساقوش، احنا اسمنا كبير وناس كل تتبع فينا وناس كل تشوف فينا، ولينا قدوة مش في تونس في افريقيا. انا توا ساعة نشوف الفيسبوك ماتشوات حم في البطاحة يلعبوا مانويل الترجي، ماتشوات حم فهمتني، يلعبوا في البطحة فهمتني، لابسين مانويل الاسبيرانس، اسم كيما احنا في وقت من الاوقات تلقى اولاد لابسين مانويل برشلونة والريال، هاو اسمنا شوالة. اذا جمهورنا عنده مسؤولية كبيرة يزمو يتحمل، مدام الجمعية هذه حبيتها ومدام الجمعية هذه أعطاتك معناها وفرحتك، ما تاخذش حقك بيدك، خمم في سمعة الترجي ولازم احنا ناخذ لك حق. معطى آخر ما هوش بش يكون أقل تأثير في مباراة الحسم في رادس اللي هو التحكيم، ويظهر لي التعيين متاع طاقم التحكيم قبيلك في الأوف حكينا شوية سيسيم، قلت لك حرب الأعصاب بديت، أنت قلت لي ما هيش حرب أعصاب، حرب تكور. إيه شوف الإنسان ديما في الحرب ديما يستعمل الجانب الاستعلاماتي، يعرف الخصم متاعه شنو. أنا كي ناخذ المعلومات على ما يجري في الوداد البيضاوي وعلى تصريحات المدرب المساعد ولا المعد البدني وعلى تصريحات الهيئة المديرة ولا الاحترازات اللي تعمل فيها، دليل على أنهم شكوا في رواحهم، لأن طلبوا عملوا طلبيات يعرفوا عمرها ما تتقبل. لا نحبوا يلغي البونتو ولا يتحسب البونتو، يحبوا يطلبوا النتيجة ترجع 2 مراسلات بالجملة للكاف، حبوا يلغي البونتو وحبوا صفرة أشرف دي هذا ورقة صفرة الورقة الحمراء هذه سيدي الكريم رقصة الديك المذبوح. بالنسبة لك سيسنين فما حرب كواليس من فوزي الأقجع خاطر يقولوا المغرب ولات نافذة في الكاف ولات قوية في الكاف صحيحة الموجودة هذه سيسنين الاسبيرانس قبل ماتش الذهاب زوز حكام طلبتهم ما يتعينوش اللي هما هذو قسما سيكازوي تجي في المقابلة الإياب تعينهم الزوز واحد في الميدان وواحد في الفار فم فما قصد فما نية رئيس الاتحاد الافريقي يختم من مدغشقر، ثم مدغشقر فيها كبرى تسمعته مرة مدغشقر طلع في الكورة، كان قبل رئيس وقت اللي أنا تم انتخابي في 2004 كان هو رئيس الاتحاد على مدغشقر، كان مسكين يتسول على اليمين وعلى اليسار، توا هذاك يهزوه ويجيبوه ويفرحوا به ويعملوا له ويعين وينحي. وإحنا شوف تحس فمانية سيسليم وبيتا يا أخويا، شوف المنافس متاعي نقرأ له ألف حساب نية وشبيني، هو كنية مبيتة أنا رقدت يعني أنا راقد
ماني انا بدي نتحرك وانا بدي نعرف شي زمني نعمل. معناها كي نحكي نقول انا معناها ترجي حمدي المد معناها نايم على وذنيه الزوز ما هو بزاد فايق هو ويعرف اللي هذا ما يدخلش فينا معناها الشك بل بالعكس يعطينا صورة على منافس معناها فقد التركيز متاعه وبدأ يلوج على أشياء جانبية فهمتني والحكم ويجي صفر سيلقجع هو بيده في رادس علما وأنه البارح يتفضل. الفريق متاعه خسر في نهائي كاس الكاف نهذت يتفضل كان عندك رئيس معرفة بيها نعم سيدي عندك معرفة بيها نعرف ايه نعرف عرفهم كلهم اي معناها صار نافذ معناها للدرجه هذه حركه كونتاكت بيناتكم حاجه كونتاكت لا نعرفهم انا يعني يحترمونا ويقدرونا واحنا كنا نافذين رانا في الكره الافريقيه وفي الكره العالميه يعرفوها سيمشي بوبرا وطرجي مش حاجه اخرى اذا من حقهم هم باش يتحركوا واحنا وين احنا باش نتاثروا معنا بحكم ولا احنا علمنا الاتحاد الافريقي فقط الملاعبين مركزين باش يربحوا الوداد بالتحكيم وبسي لقجع وبسي محمد احمد ولا شو اسمه اللي غني هذا احمد احمد ولا شو يقولوا له ما يقلقناش ما تخرجوناش على التركيز نتاعنا يا جمهور الترجي خليه الهيئه المديره خليه حمدي المدب يركز الاسبوع كامل باش يحضر الفريق نتاعه ما تتسالوش على التحكيم ما ارانا الترجي جاهزه لكل السيناريوهات. ترى انت رئيس الجامعه التونسيه وقت اللي دعا بيير لويجي كولينا وبوساكا اللي هما رئيس لجنه التحكيم في الفيفا ومعناها زوز اسامي نافذه في التحكيم في العالم حاجه باهيه حاجه تنجم بارك الله فيه تعمل ليكيليبر شويه بارك الله في وجودهم باش يخلي الحكم يحتاط وهوني ماذا بيا وقت اللي يهبطوا يسلموا على الملاعبين يهبطوهم زادا يسلموا هما باش يوريو للحكام اللي هما موجودين استفوا على عادي يجي ولا مثالش في صورة كلنا الدعوة هذه قد لأن وجود رئيس الاتحاد الافريقي تينا تشوف فيه تفوز الماتش متقلق تفوز الماتش من مرات الوداد متقلق معناه موجود معناه تأثير المغربي في الكاف ايه بدون شك كما احنا كنا نأثروا زادا في الكاف كيفاش كنا نأثروا شنو كيفاش فيش معني في حبيب الله احنا كنا نأثروا في تعيينات نعم بدون شك نأثروا ما لش نعنا نعملوا علاش موجودين احنا علاش ندخلوا المؤسسات ديما تحكي في الفاك سي سليمان فينا حاجه اثرت فيها سي سليمان والله مشكلتي مش اللي يحكي في الفاك والله سي مشكلتي كي نقولوا لك اثر تقول يا من اثر ما تقول هذا من الاسلام فهمتني ديما يحب على خلاها هو ليه فوزي لقزه بالله سامحني جمعيه وقت اللي تحط عنصر في الجامعه مش باش يحافظ على مصالحها تحكي في المحلي في المحل في الدولي هو من المفروض لا ما هذاك اللي في الدولي وقت اللي واحد يتأهل بلاده تأهله باش يمشي غاديك ويربح انتخاب ما باش يخدم مصلحة بلاده كان ثم تنظيم ياخذه كان ثم حكم باهي يجيبه كان ثم حكم خايب يعمل ضغط باش ما يتعينش هذيك هي الخدمة خدمة كلها متاع كواليس وكلها متاع لوبيات وكأني أنا قاعد نحكي لكم في حاجة معناها جيكم من المريخ لا مش حكاية مريخ أما نحبوا نعرفوا شوية تفاصيل هذه هي التفاصيل هذه التفاصيل توه لو كان تجبد أنت معناها السيد محمد أحمد هذاك إجابت في المطار قولوا للأمن يصور له الجواز متاعه وحسبوا له قداش مشى للمغرب من مرة في العام ولا في العامين ولا في ثلاث سنين لغيره مش يظهر لي مقيم كريمو طيب دونك كيف تحبوا هو مقيم غاديكا وما يسمعش الكلام وما يخذش بالخاطر كيما احنا وقت اللي انا الحق معناها والله العظيم الحاجه اللي كانت معناها تقلقني ما نحبش نتداخل وقتها ونتكلم ونعمل الناس تشتم في عيسى حياته قبل عيسى حياته ضد تونس والله العظيم عيسى حياته لنهار اتدخل في كوره ولا يفهم الكوره ولا يعرف شنو التعيين حتى كي تلعب الكامرون ما يعرفش شكون باش يتعين ضرينا برشا في وقته عيسى حياته ضرينا برشا في وقته ضرينا السياسية تضرت الاسبيرون تضرت في الفينال نتاع في ماتش مازمبين ذكر الناس كل شنو ما دخل سامحني عايش كويه ما دخل عيسى حياته وقت اللي تبعث انت حكم مرتشي يشدوه غاديك يعطيه كاس ديامونت ولا زوز كيسان ديامونت ويقولوا جيب لنا الطرح احنا نعاودوا نجبدوا شريط مباراه الترجي مع بريميرو داغوستو واعطيني معناها الحكم قداش تعطيه
الحكم هذاك عدى 10 ايام قبل الماتش في انغولا، 10 ايام قبل الماتش. تحكي على مقابلة الذهاب ولا مقابلة إيه؟ مقابلة بريمير داغوستو ربحناهم غاديك. تحكي على عام 98. تحكي عام 98 ذكروا الماتش هذاك اللي شكرينا حضر بالجزائر. شوف وقت اللي تبدا جاهز الحكم حتى عند المنافس ما يجي ما يعملش حاجه كبيره. مباراه الوداد 4-1 و2-0 الحكم جاء باش يطيحنا، ما نجمش يطيحنا. فازوا علينا 2-0 ما نجمش يطيحنا لان كنا جاهزين للحكم. في وقت عيسى حياته وقت عيسى كان تخير الامور شو تصير بدون شك. قداش باش يعمل هذوما حكام؟ راه التحكيم تاع اليوم مش كيما التحكيم قبل. قبل التلفزه ما كانش تعدي، كي تمشي انت للافريك ما تعرفش شنو يستنى فيك. احنا مره معناها صارت لنا كارثه، لعبنا مع من اجمل مباريات عداتهم طارجي في بطوله افريقيا، لعبنا مع ايوان مانيو في لاغوس خسرنا 2-1، عطاه دو بينالتي وكارتون روج للهنشيري يربط في صباطه وما خلناش نعملوا شوف موقف قبل الماتش. اربيتر كامروني نهار 3 كلمني الكاتب العام تاع الجامعه وانا فرحان فرحان بكل مردود نتاع الفريق، معناها لعبنا ماتش كبير ياسر. قال لي شنو الامور رئيس؟ قلت له لا لباس، قلت ربي لباس. شنو اللي صار؟ قلت له لا ما صار شيء، حكم وكذا اسمه لورون بيتشا مات. قال لي لا جاني تقرير توا من الكاف. شنو الملاعبيه كلهم سسبوندي هما والبنك، اللي يلعبوا اللي ما يلعبش كلهم سسبوندي باطاي رونجي بالزهر نتاعنا. وقتها هزينا معانا التلفزه التونسيه صورت، هزيت الشريط وطلعت لمصر في نفس اليوم. قال عيسى حياته الف اعوذ بالله ولا نشوفوا الشريط عليه. قالوا راهو عام 76 مولديه نتاع العاصمه نتاع الجزائر طردوا لهم لوميور جوار في كوناكري، وقتها حافيه كوناكري كانت كيب كبيره، وجابوا لهم شريط الجزائريين يوريهم اللي راهو ماهوش البتروني اللي ضرب واحد اخر اي سي تي ان مونتاج فطنوا به. كان بعد ما سامحوا سي البتروني وبتروني ماركة 3 بونت قالوا ما عادش شوفوا. انا نبكي وقتها يعني صدقني نبكي، معايا سليم علولو الله يرحمه منصف الفضيلي. قلت لهم شوف انا ما نخرج لما نقابلوا سيد عيسى حياته نتاعكم. هذا عام 92 عام 90 قبل ما تدخل الكاف اي قبل. قلت وانا عيسى حياته هذا لازم نشوف ومانيش خارج من قال لي تفضل السلام. قلت هذا شريط خذاه. قال لي انا ما نتفرجش فيهم هذو. قلت له يسالش انت باش تتفرج فيه وما تخش معي الاعتبار اللي باش تشوفه، لكن اذا بالفعل انت تحب تحسن كره القدم ما تسمحش بالشيء اللي باش تشوفه مش اليوم لكن في المستقبل. انا يا سيدي انا قابل مانيش بشاركه في مباراه العوده، ما عنديش ملاعبيه، لكن اذا انت مصلح للكره الافريقيه تفرج في الشريط. عيط فرح عدو، هما كانوا اجتماع نتاع الزهر نتاعي ثم اجتماع نتاع الكوميتي اكزيكوتيف، عيط فرح عدو وحطوا شريط. كملوا شريط اعفاء على جميع اللاعبين جميع اللاعبين. دونك هذاش كان مره جوار عمل زماتش جوي قال الاربيت احنا بطوله افريقيا اللي هزيناها 94 لولا الدور النصف النهائي ربع النهائي ربع النهائي في نيجيريا في نيجيريا لولا الحكم المصري الحكم المصري الغندور جمال الغندور عمرنا ما نهزوا بطولة افريقيا. كرتوش للجمهور الجمهور على خاطر تماس سكاكن وهو دخلوا له بفليجة قدامي عيط البوليسية والبوليسية معناها ضربوه هو وطاحوا وعملوا اي. انا كلمني فيليب تروسي بعد ما ربحت 3-0 قال لي سليم اتونسيون افيك سي جون لا سي با سوفيزون. وقتها صارت حدث الطياره ما الطياره هما صارت حدث الطياره جابوا توجوارات اللي ميت ميت واللي مكسر مكسر. جابوا في الفيريفيكاسيون دو بابي دو ليسونس في الفيستير جابوا ايكيب في التيران هبطت ايكيب اخرى فهمتني. هذا يحدث في افريقيا اليوم. لما صارت الشامبيونز ليغ والنقل التلفزي المباشر قلص برشا برشا في التجاوزات تاع الحكام. يبقى دي زيرور دابريساسيون بينالتي مش بينالتي دخلت ما دخلتش هذوما سي دي زيرور دابريساسيون. قبل لا قبل الاربيتر يهز الكره يحطها هو في الفيلي
بالرغم هذا كله عم ناولوا بالفار، تذكر مليح شنو صار في برج العرب في في, في الإسكندرية. معناها ساعة ساعة وقت اللي تصير تعيينات، خاصة المرة هذه سي سليم، نجي انا نقول لك بالله الزوز هذوما ما تحطهم ليش، تجي بالزهر تحط لي واحد في الحكم وواحد في الميدان وواحد في الفار، فما شوية استفزاز زاد في التعيين. ومن غاديك باش الانتصار متاعنا يكون عنده لذة خير بالوداد وبسي لقجع وبسي محمد احمد وبسي سي كازوي وبسي كذا، اذا احنا اجدر فوق الميدان نجيبوا الانتصار متاعنا بالجمهور متاعنا بالملاعبية بالهيئة المديرة الناس الكل يد في اليد ونجيبوا الانتصار. هو المراسلة اللي بعثها الترجي باش يرفض الحكام الزوز، علاش؟ على خاطر بكاري قسما يقال اللي في نهاية 2017 كان منحاز للوداد كونتر الاهلي ماتش مازنبي في الاهلي في تونس بالضبط، فما قالوا حكيوا على ضربة جزاء هذا بعد فينال شكون ما عطاهاش للاسبيرونس وقت بعد فينال 2017 جمعة من بعد زفر المغرب في الكوت ديفوار صحيح، حتى انه اصبح بكاري محسوب على ولا اسمه حكم المغرب كريمو يعني. وبالنسبه لسيكازوي قالت الاسبيرونس العام الفارط الناس كل اتهموا الترجي اللي الحكم هذايا منحاز للترجي ماتش بريمير وما نحبوش عليه سورتو انه معتبر الوداد تظلم تحكيميا في مقابله في الذهاب. نرجعوا له مقابله الذهاب انا شوف معناها نعاود سورتو في البونتو انا بونتو نتاع الوداد اللي تنحى البونتو نتاع الوداد اللي تنحى c'est une erreur d'appréciation de la part de l'arbitre. Il a laissé jouer وشاف هالكرة مست ومن بعد رجع وقال لا مس الراجل دونك ما تحسبش، هو شافه من الاول وخلاه ينجم يكون ما شافهش ينجم يكون انت شنو رايك بلاص. والله شوف ما انا نعاود نقول لك c'est un problème d'appréciation. جينا في بيريود دو شوفوشمون بين قانون قديم وقانون جديد، ربما هو تأثر اجتهاد بالقانون الجديد. القانون الجديد يقول ما قبل كان يعطي اجتهاد الحكم هل اليد كانت في وضعها الطبيعي سيد الحكم أم لا. الوضع الطبيعي هو أن الأيدين مسدولة جنب الرجلين، يعني أي تحرك متاع اليد البرة من بجنب الجسم لما تلمسها نجم يزفر ضربة جزاء. القانون الجديد بوركوبي كور معناها للاجتهاد هذا اللي كل مرة يعمل إشكال، قال راو بينالتي أتوليكو كيمسها السليم مازال بداش يطبق هذا يدخل توا حيز التنفيذ، لكن شاركت فيه الحكام هذه خاصة الأربعة ذوم عملوا فيه دورة فهمتني. التاكل توا قبل التاكل تبدأ يدك في القاعة بينالتي، تو ما عادش بينالتي كي تمس في يدك وانت في التاكل تو ما عادش بينالتي فهمتني. دونك فك السخانة متاع المباراة وكذا كان ينجم يحسبوا هدف وما نجموا نقولوا حتى شيء، وكي ما حسبوش نجموا نحطوا معناها تأثيره بالقانون الجديد هذا. الأوراق اللي اعطاهم تراهم جوستيفي الأوراق صفر؟ شوف الأوراق صفر اللي اعطاهم خاصة للترجي توري اللي الحكم ذا عمره ما كان منحاز للترجي فهمتني، على خاطر مثلا الورقه الصفراء نتاع شعليلي كان نجم يتغاضى عليها ما فيها حد شيء، الا في اوبستركسيون غالي اول مخالفه قام بها كان ميريت با معناها مش عمل دو تروا تاكل دو سويت. يا اخوي قلقتني برشا خذها برشا اكثر كان نجم يتغاضى عليها نتاع معز باهي نتاع معز بون. دونك شو ورا الحكم مرة اللي هو موشي مش منحاز حتى الطرف كان جاي بالجد معنا راح حافظ علينا في الاوراق. شو رايك فيها ورقه معز بالذات؟ ما ورقه معز نبه عليه من الاول ما كان في اول شهر زايده كون معز طاح وقتها راها زايده، خاصه كونه الحكم هذا زفر لنا في تونس برشا، وتعرف احنا في تونس عندنا عاده اللي الحارس وقت اللي المنافس يطلع شويه في الريتم يتيح نشوفها معناها كان يستفزاز معناها علاش تحبه ما يعطيكش نظار وقت اللي هو انظرك 10 دقائق لعب ولا 7 دقائق لعب شالك حتى للمنظار وقال لك يا فلان ما عادش تعاود، انت مسيت الكره وتنحي الكواندوات وحدك فهمتني. تعلق قال لك انا اللي عمل فيلم كملوه بدواء احمر وكملوه بونسمون وكملوه نقوموا نجيبوا الجارديان ومن بعد نقول لا يا اخوي نحب نلعب وكذا الاربيتر وقتها يصعب برشا باش يعطيها بالرسمه. على كل انا الشهاده وانه الحكم ما عاونش ترجي هو اعطى
البطاقات الصفراء للاعبين اللي كانوا مهدين بعدم اللعب في مباراة العودة. وهذا ما هو بالزهر خذي وكان الملاعبية اللي مهدين الكرة متاع شمام ما تجبش تكون ضربة جزاء. الكرة بين صدره وبين بين كتفه، فهمتني؟ بالطبع صعيب برشا معناها في افريقيا باش تلقى فريق يعمل الموفيز بيرفورمانس في بلاده وما يتلكش على الحكم ويقول والله الحكم ونبداو نبعثوا في الرسائل عاده للاتحاد الافريقي والله اعلم عاد الشطحات نتاعهم توا شو القرار باش ياخذوه راه النجم راه هذا اللي بدينا نسمع على تهديد اللي ما يسافروش لتونس. سمعنا برشا حاجات لا لا ما يسافروش لتونس هذيك امور تعنيهم، فهمتني؟ امور تعنيهم، مرحبا بهم في تونس، لكن الاتحاد الافريقي شنو بشي مع الفولكلور اللي فيه ما نعرفش شنو نوعيه القرار اللي ياخذوا فريق يطلب اللي يحسبوا له هدف بعد نهايه مقابله واحد واحد هذا ما نشوفوهاش في حتى لا لا عايش خويا ما هو يلزم تفهم شويه العقليه. هو باش يرفع في السقف الطلبات نتاعو باش يتحصل على مينيموم باش يضلوا في الوتور هاول باش يرفعوا ولا باش ياخذوا ورقه صفراء نشوفوا هذا بيان سور اللي ما نتمنوش، وخاصة هذا اللي ما يلزمناش نخمو فيه، خاصة الملاعبية يلزمهم يركزوا على المقابلة نتاعهم وعلى الميدان فقط من غير ما الدخول من غير الدخول في الأمور الجانبية. موجز الأحداش ونص على إكسبريس اف ام، عندك جمعية مفضلة في الخارج سيستم؟ اي اللي هي ترجي. فما برشا ترجي تراو بار، فما ترجي واد نيس هذيك عملتها انت أسستها؟ انا أسستها في فلسطين وقت اللي مختار مشايرين في 2010 غادي. مختار جبتهم بعد بعدين نحكيو فيها بعد الأخبار. راجعين على إكسبريس اف ام في أولاد الحومة حتى النص الليل. أولاد الحومة